فيكم ببرنامج رجلتين لورا، قصدي برنامج رجل لورا ورجل لقدام. يا اهلا وسهلا فيك، شرفتي اهلين يا سي حسناء. اهلا وسهلا، الله يخليكي. بدايه اسمحوا لي هنيكم على هالبيت الجميل هذا يلي عم تتجلى فيه لمسه الذوق والجمال، يعني من الواضح تماما انه بيت اثنين فنانين. الله يسلمك خليكي يا رب. يا ترى شو بتشكل كلمه البيت بالنسبه لكم؟ هو الحقيقه انا ما بعتبره بيت ابدا، انا بعتبره وكر، قصدي عش منلجأ له انا وندى بعد العمل الشاق والمضني لحتى نفرغ فيه همومنا وننسى كل تعبنا وننشحن ليوم تاني ونحن مرتاحين نفسيا ومشرقين ومندفعين، مو هيك حبيبتي؟ طبعا حبيبي طبعا. بصراحه البيت بالنسبه لنا هو اهم حتى بحياتنا، يعني اذا ما كان هذا البيت له خصوصيه وله رونق جمالي مستحيل نحس فيه بالدفء. بصراحه انا بعتبر انه هذا البيت هو بمثابه انعكاس لحاله الحب والسعاده اللي عايشين انا وحسام. الله يخليكم لبعض، وهالشيء اكيد واضح وكل الناس بتعرفه. طيب يا ترى انتم بتتناقشوا بشغلكم ولا بتنسوا شغلكم بعد ما تفوتوا على البيت؟ لا طبعا بنتناقش، نحن اصلا حياتنا انا وندى قائمه على الحوار، الحوار الهادئ العقلاني المتزن الواعي الحضاري. يعني مثلا انا بحرص دائما على اني اسمع رايها بادواري، خصوصا وانها مخرجه متميزه وصاحبه نظره فنيه دقيقه كتير. يعني بصراحه ندى هي الناقده الاولى لادواري بالاضافه لكونها ملهمتي الجميله. يا سلام، وانت مدام ندى ما بتاخذي راي الاستاذ حسام باعمالك؟ طبعا، كيف لك؟ معقوله يعني انا بتناقش مع حسام بكل التفاصيل وبتنور برأيه كمان، يعني ابتداء من اختيار النص وانتهاء بالمونتاج. طيب ما صدف انكم اختلفتوا بالرأي شي مرة؟ هذا شي طبيعي يا أنسة حسنة، يعني كتير من الأحيان بيكون رأيي مختلف مع رأيها، بس طبعا نحن بنخضع أي مسألة للحوار العقلاني والنقاش المفيد، طبعا متوصل بالنهاية للصيغة المناسبة. هو بيني وبينك أهم شي فينا، ما بعرف إذا كان متوفر هالشي بين شخصين تانيين غيرنا، هي ميزة انه نحن ما بنستبد برأينا ابدا ولا بنتشنج. طيب مدام ندى، بدي اسألك سؤال ولو خاص شوي، يعني بما انكم بتمتهنوا مهنة لها علاقة بالابداع والمبدع احيانا بيكون عنده غيرة ولو انها غيرة مهنية، يعني ما حصل بيناتكم هذا النوع من الغيرة؟ لا ابدا، اكيد مستحيل. انت شو عم تحكي انت؟ أنا وحسام ما منحس بالغيرة من بعض إطلاقاً. على العكس تماماً، يعني مثلاً أي نجاح لندى أنا بعتبره نجاح إلي، وأي فشل إلها لا سمح الله بعتبره كمان فشل إلي. أي نعم، وأنا بتعامل مع حسام بنفس الأسلوب، مو هيك حياتي؟ ما شاء الله كان تطشود. بالحقيقة أنا مبسوطة كتير لأني عم مستضيف هيك عائلة نموذجية. طيب ننتقل لجانب تاني، يا ترى بأوقات فراغكم شو بتعملوا؟ هو لقلك الحقيقة هواياتنا مشتركة أنا وندى، يعني منمارس نشاطات كتيرة، نتفرج سوا على الأفلام الأجنبية، نتناقش فيها، نقرأ كتب، نحضر ندوات ثقافية، منشوف مسرحيات، منروح زيارات لعند المعارف والأصدقاء، يعني تقريبا وقتنا كله معبى. إن شاء الله العمر كله، الله يخليكم لبعض. مدام ندى، يا ترى شو أكتر دور عجبك من أدوار الأستاذ حسام؟ ما بعرف، يمكن شهادتي بحسام تكون مجروحة، بس الحقيقة كل المسلسلات اللي اشتغلها حسام كانت جيدة، وكل دور فيهم كان عم يقدم شيء مختلف عن الثاني. يعني بصراحة أنا دوره بمسلسل الطرقات الضيقة بكن له كل احترام، وحسام اشتغله بإحساس عالي جدا. وانت استاذ حسام، يا ترى شو أكثر عمل عجبك من أعمال زوجتك ندى؟ بصراحة أنا تأثرت كثير بمسلسل الآفاق المسدودة، لدرجة إني بكيت وصرت أشهق لما عرضوا الحلقة الأخيرة منه، وصدقيني لحد هلا كل ما بيجي على بالي ابكي بحط الحلقه الاخيره على الفيديو وبقعد ببكي 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 بصمت. فعلا يا ندى انك حلقت كثير بهالمسلسل. حبيبي انت ميرسي لك، هذا كله فضل وقفتك معي وتشجيعك الي. لك انا شو ما عملت معك بحس حالي مقصير. عفوا لاني قاطعتكم، بس معي بعض الاسئله من الاخوه المواطنين مسجلين على الفيديو، يا ريت نشوفهم سوا. ايه اوكي اوكي. رأيك باللقاء برضو؟ يا
عيني على هاللقام اجمل ومبس جميل، بده يطلع رومانسي كثير. لك الخدي لقطه لبيته من الجنينه للشباك. مو تكرم عينك انسي حسنا، تفضلوا شباب عجنين تفضلوا. ولك هلا انت امتى بدك تبطلي لي هالعاده؟ ما بتفهم؟ انا عادي عادة البوزات قدام الكاميرا، ما قلت لك لا تاخذي بوزات لحتى ما يصير تصنع بالحلقه؟ هلا انت انتبهت على التصنع وما انتبهت اني نزلت لك من السماء وانا عم امدحك؟ لك الله ياخذني لحتى ارتاح من العيشه معك يا رب. ليش شو بهالعيشه يا ست الحسن؟ نسيتي شو تزارفتي وتمنطعتي قدام الكاميرا؟ لك اخ على ما يعرفوك على حقيقتك، ما كانوا طالعونا بهيك برنامج، كانوا طالعونا بالسالب والموجب. السالب والموجب؟ ولك يطلع بلعك إلهي ما أقل فعمتي. لك حسك بقى، حسك عليك، روح بقى. لك خسي خسي بقى، خسي خسي، يلعن الساعة يلي شو وستك فيها، شو ساعة تحس.